الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه آية واحدة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما هي الآية التي قبلها؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ولن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه آية عظيمة تدل على أمر عظيم. والآية التي بعدها ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسقى عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم